بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، نجدد لكم التحية من جديد ضمن هذه الانطلاقات المستمرة والتحديات لشوطنا الأول المشتركات. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين. مباشرة مع المركز الأول مقدمة الشوط السنافي سهيل بن علي بن دغيميل الوهيبي من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني بشعار جاسم بن محمد بن وني الوهيبي على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا من الأسماء المتواجدة والقادمة نحو ومراكزنا الأولى المنطلقة مياس عامر بن عبيد العمري، أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة وإلى القيادة في هذا الشوط الجميل وفي هذا الشوط المميز المنطلق نحو صدارة هذا الشوط. الله الله الله، هذا هو السنافي السهيل بن علي بن دغيميل الوهيبي من ينطلق مع راعي تسعير المتقدم بهذا الحيد المشارك وضمن التصريحات القوية المميزة. أعود إلى الصدارة مع المركز الأول اللي فارق على الجميع، مباعد على الجميع المشاركين، منفردا 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 نحو المراكز الأولى، منطلقا نحو الصدارة. تهانينا والناموس على هذا الإبداع الجميل والإبداع المميز وإبداع السنافي السهيل بن علي بن دغيميل الوهيبي. مشكور يا راعي تسعير وسلالة جبار بن شافي، سلالة جبار بن شافي اللي تثبت الوجود دائما وأبدا. تهانينا والناموس على هذا الإبداع المميز. المركز الثاني كان المركز الثاني بشعار جاسم بن محمد بن وني الوهيبي، والمركز الثالث أيضا هنا مياس عامر بن عبيد العمري. والتوقيت الزمني دقيقة و44 59 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.